لو الحكاية فيها إن فيتو بتكسر الشريحة طب وليه؟ عشان بتكسر لأن كل ما خدتنا بكلة باظة عندي ويدي من الوزارة بهدلت قعدت في خمس سنين عشان نغيرها لك بيقولوا ما لناش دعوة بتطلب فيها شبكة كده ما تدخلهاش المكنة يعني مش قال طب البطايق اللي أنت جايبها دي جربناها في المكنة شغالة؟ لا سيادتك في كم بطايق واقفين لا معايا سبع بطايق دول انت بتبقى بتطبق من الغرفه ما عملتش حاطط البطايق دي عندك ليه؟ دول الصبح السيستم سيادتك اول ما اشتغلت السيستم كان واقع بقى زبون بيجي يسيب بطاقته مثلا وياخد العيش ويمشي عشان راح شغل متاخر لان السيستم كانت المكنه كانت تشتغل اشتغلت على الساعه 10 وربع بالظبط هم كلهم ما فيش 8 بطايق او 9 يعني بقيه البطايق اللي صوتوها عندك ليه؟ هم 9 بطايق سيادتك كانوا شغالين اما بقى ده بايظ ما لهمش اي لازمه ما لهمش لازمه خالص الصبح حتى المول ستة كان كنت لقيت اصلا بقالي اسبوعين بقيت عيل لما اظبط لا من غير ما اظبط ازاي مش شعب البطايق ما انا المول ستة كان ما نزلتش قعدت الصبح السيستم واقع وطبعا النظام مش عايز حدش عايز يسيب بطاقته كله خايف تمام طبعا لان الصنايعي ما يعرفوش دول كلام مثلا هنا انا قاعد هيبقى عارفين قالوا البطاقه معاك مثلا رحنا الشغل واحنا رايحين ناخدها قلت لهم اه ما فيش مشاكل بس ما طلعش السيستم واقع والمكنه مش شغاله في اللي بيسيب وفي اللي بياخد بطاقته ويخاف ويمشي. يعني في زبون بيسيب لك بطاقته. انت مش عارف ان الكلام ده ممنوع وتجميع البطايق ده ممنوع الكلام ده اصل ده كلهم جيران يعني مش حد غريب سيادتك. وبعدين احنا يعني مش ده كلها نص ساعه مش اول مره. احنا قبل كده على ستة كيلو لما كانت ممكن عطار قعد انا كلمني البطاقه قعدنا يومين. ده كان معايا احسن من كان معاك فطار ولا هتفطر معانا؟ ايه؟ تفطر معانا وبعد كده نكمل محضرنا بعد اليوم. اسمحي يا فندم اتعرف على عمرو عامل ايه؟ انت فين؟ ده السلام. ايه الموضوع بتاع ايه التهمه المواجهه لي؟ بطايق هو سيادتك الاول قال لي في بطايق مسروقه وبتاع بتاع عندك وشويه رجع قال لي ده في بقى لي تعالى تغفل لنا بقى لي اسمها كريم. سالت له المنطقه كلها ما لقيتش حد واحده اسمها كريم اللي هو بيقول سالته عليها خالص. بس في ناس بتقول ان انت عامل يعني في شهود عيال بيقولوا ان انت بتتسبب في تلف البطاقه بتاعتهم. انا دغري والله واحد سلام ومنشار المفترض. اكتر من زبونين انا عملتها لهم مش هقول لك لا. لما تيجي مثلا مصاري في زبون بيروح بقى مصاري على سيرتك. انت عارف النهارده صعب جدا ان الزبون يطلع البطاقه. صح لما تيجي بطاقه مكسوره ومفيد ان انا مثلا العماله اول زعابه ان هي ينفع تمشي بنعملها له. احسن من ان هي تخش تتكسر او الكلام ده كله. فانا اي حاجه هو اللي غلط انا زمان اقول عمري يمكن اتخانق معايا بسبب الموضوع ده بس انا بقول لسيادتك فعلا انا عملتها مره او اثنين. ايه بقى اللي عملتها مره او اثنين؟ ان انا لزقتها له بالامير. ودخلت اشتغلت عادي. اشتغل عادي مش حاجه. تمام بس انت قلت له ان انت خلاص باظت. لا معانا ستك وعندك ستك دي شو من منطقه من الشارع عندك سيادة الضابط دلوقتي والبطايق المنسوقه اللي معاك كانت دي بس ستك دي هي الطاقه المعقل اللي بايظه اصلا مش يعني بعد ما كسرتها سيادتك مره كسرتها هي مش شغاله بس انا اللي انا عاوزها طب ستك تعمل بيها دي مش شغاله ما ينفعش تخش المكتب قال لي انا محتاجها تاخدها منه ليه هو عايزها من مش شغاله ايوه شغاله ولا مش شغاله من ما هو الاول كان سبب الاول قال لي كانت بتدي الاول 1000 قميص وبيها عادي فجاه حطيتها في المكنه 1000 وهو مش مصدق طب هو ممكن الانسان يعمل بيها ايه عامه يعني انت اوكي وقلت له انها بايظه وخدتها دي بتعمل ايه المستفاد عليك انت بتحصل ايه؟ تتضرب في المكنه يعني ممكن تصرف ليها لحد تاني يعني صح؟ لا امال ايه؟ لا تتعرف على طول هو بطاقته باظت حتى وطلع ما دفعت سيادتك بتقف في السيستم على طول تمام انت هتفطر النهارده ما فيش 10 ايام تكون هتفطر تقفل القديمه و السيد الزميل بيقول انك هتفطر النهارده معاك في انت شايف ان الشرطه يعني هل في شرطه قبل 25 ولا في هو مبسوط طبعا انا مش هقول لك انا زعلان ايه؟ هنفطر سوا انت حاسس بايه؟ الاحساس بتاعك ايه بقى يعني؟ الشغل ملوش علاقه اوكي التهمه والتحقيقات دي للقضاء احساسك بايه ان انت دلوقتي هتفطر مع انا مش بقول ست وظلمني في حاجه انا بقول في غلطات مثلا ان انا عندي بس انا ما فيش والله ان انا اي حاجه من ناحيتي هو بدايه الكلام اما نزل قال لي في المكتب هو كان واقف في ايه قال لي ده في بطايق مسروقه وفي عند واحده اسمها كريمه واحنا عايزين نعرفها تمام صح
قلت له طب سيادتك انا ما اعرفش والله مين اللي سيادتك عليها. طلعت وانا فوق معاك وكسرت لها، قلت صدقني ما فيش حد اسمها كريمه من اللي انت بتقول عليها. المهم ان احساسك، انا لف اسعد برضه، انا بغض النظر انت كريمه دي وانا مشي. طب احساسك دلوقتي انك هتفطر النهارده في الاضاءه مع الظباط، انا كلمه واحده. شكرا. شكرا.